تبتدي الحق أن تشتاق إليه، ترجو أن تفقى بيديه، أرغم أنف الظلم وكلها، من صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى، والعاجز من عنه تخلى، مت يا مبرد احمد غلا، من صليت اليوم عليه. عليه الصلاه والسلام. أعزائي مشاهدي موقع بصراحة وفي كل مكان، أهلا بكم معانا في لايف جديد من محافظة دمياط. معانا ومعاكم النهاردة حسن. حسن المبدع، صوته زي ما سمعته كده كأنه عصفور من الجنة، صوت ملائكي جميل، بينشد أناشيد دينية وكمان بيأذن وبسم الله ما شاء الله عليه. النهاردة وإحنا في ذكرى المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، كل سنة وحضراتكم بخير. إحنا النهاردة طالعين مع حسن عشان ينشد للرسول عليه الصلاة والسلام في ذكرى مولده. ازيك يا حسن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. قول لنا بقى انت عندك كام سنة؟ 22 سنة. انت قلت لنا قبل اللايف انت بتحب الانشاد. اه. بتحبه بقى، مين اللي حببك فيه ومين اللي علمه لك؟ ماما. ماما شجعتك؟ اه شجعتني. وديتك بقى تتعلم بقى الحاجات دي فين؟ الشيخ بيعلمها لي. الشيخ بيعلمها لك؟ اه. طيب هتقول لنا بقى انشاد ايه كمان عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ المسك فاح. طيب بص لي بقى هنا كده ويلا بقى. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، اشكي لي من ودي وحالي، الله الله، اقول لي مين النبي غالي، ايه اللي غير احوالي، ايه الغرام برسول الله، المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء، يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، إن علينا بالنظرة، هز الهلال يا أبا الزهراء، محب مناك، المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ انا عايز حد يعمل لي اعجاب. كل الناس تعمل لك اعجاب، ايه الجمال ده؟ قول لنا بقى حافظ حاجات كمان. انا عايز اقول للناس حاجه. قول، الناس سامعاك ايه؟ ان شاء الله اسمعك اغنيه في انشاد القران. اقول لكم القران؟ ايوه. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فأدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. انت كمان بتأذن؟ اه. طب يلا نأذن. بعرف أقيم الصلاة كمان؟ طب نقول الإقامة ولا الأذان زي ما أنت عاوز؟ الأذان الأول، الإقامة. طب يلا.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، إيه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. يلا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أنا عايز أشكر الشيخ بتاعي بالمرة. أشكره. طيب أشكرك يا أبو مسلم عشان اتعلمت الأذان والإقامة والأناشيد دي. هو علمك كل الأناشيد؟ آه، أنا حفظت. أنت بقالك كتير بتروح عنده؟ بروح له المجمع. آه، بتروح هناك بقى تحفظ وتصلي وتقرأ. وأنا اللي بدن هناك. أنت اللي بتأذن في المسجد؟ هو اللي وباقي الصدقة كمان. برافو عليك، إن شاء الله. وبقالك كتير، من سنين. من سنين كمان. أنت عندك 22 سنة، من وأنت صغير بتروح؟ لو انا صغير كنت بقعد في البيت. اه، رحت بقى، اما رحت هناك حبيت تروح بقى على طول. على طول. اه، مين بقى اللي بيشجعك ان انت تروح؟ ماما. مامتك بتشجعك دايما؟ دايما. اه، وما بتحفظ بقى مين بتبسط منك اكتر حاجه؟ ماما وخلاني. مبسوطين منك ان انت بقى بقيت شاطر وبتحفظ. اه، وانت زوزو بقى، انت جدتي بقى مبسوطه مني قوي. مبسوطه منك عشان انت شاطر. اه، بتحفظ بسرعه يعني لما الشيخ بتاعك بيقول انت بتحفظ بسرعه اكتر من زمايلك؟ هو الشيخ بيقول، الشيخ بيقول ورا، وانا هو يقول وانا ايه؟ تقول ورا. ورا. تقول ورا واحده واحده وتحفظ. اه، تروح له بقى تاني مره وانت خلاص حافظ. حافظ. اه، طب تقول لنا بقى نشيد كده عشان نختم بيه بقى اللايف. اه، هنختم بيه، عايزين نقول حاجه بقى اخيره، حاجه كده صغيره. ماشي. يلا اقول لكم حته من بتاعت يا ابرار. يا ابرار صلى المختار سيدنا محمد. اقول لك الحمد لله والشكر لله، ازكى صلاتي وسلامي على رسول الله، ازكى صلاتي وسلامي على رسول الله، فيها المدينة الله، فيها نبينا الله، فيها المدينة، فيها نبينا الله، نبينا الغال. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله، أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله. أفكر الصلاة والسلام. أنا عايز أقول كلمة أخيرة. اتفضل. ننتي الغالية، ننتي زوزو، هي اللي بتشجعني، هي اللي بتشجعني. هي اللي بتشجعني. طبعًا لو قلنا لكم إحنا في ذكرى المولد مفيش أجمل من كده، ملاك بريء بصوت يعني كأنه بيغرد في الجنة، كأنه عصفور في الجنة بيغرد وبيتكلم كلام تلقائي طالع من قلب بريء بينشد في ذكرى النبي عليه الصلاة والسلام. بكده أعزائي مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهاية اللايف. كانت معكم منى عبد الله من محافظة دمياط وتحديدا من مدينة عزبة البرج، وكنا في لقاء جميل جدا والوقت جري بينا مع حسن ولقائنا خلص. شكرا لكم.